أكدت وزارة الخارجية اليوم أنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان خارج النص يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وإدعاءات باطلة ساقها عدد من المحرضين المأجورين الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار. اعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا، كما أعربت وزارة الخارجية عن استياء مملكة البحرين وشعبها الكريم من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية أثناء ممارساتهم لمهنة الصيد والتي توارثوها عن الأجداد والأباء على مر السنين، وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين. أكدت وزارة الخارجية أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين مواقف غير مقبولة لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار وتتلافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان. أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين حفاظا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية.